اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا فهد مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء، بالضبط من محطه ولاد زيان اللي كتعيش واحد الفوضى كبيره. هذه المحطه واحد العشوائيه، رغم ان المدير ديال المحطه تبدل والمهنيين طالع لهم الدم، وشا النقابه ديال هاد القطاع هادي شي طالع عليها الدم بسبب الفوضى اللي كاينه على برا. ما كتجي كتلقى الكيران كاملين كيعمروا خارج المحطة، يعني ما دور هذه المحطة هنا في مدينة الدار البيضاء؟ تحية لك أمسية سعيدة وتحية لجميع متتبعي قناتكم. المشكل ديال المحطة هنا مؤخرا كان على الإطر الاجتماعي الأخير اللي انبثق على إطرو واحد الرسالة للسيد ولي جهة الدار البيضاء الكبرى على أساس اتخاذ إجراءات صارمة في هذا الباب هذا، وأنه كذلك مع إحياء القرار الولائي السابق الذي صدر عن السيد بن هما في خصوص إنزال وإركاب المسافرين أمام المحطة، وكذلك أمر بالحجز ديال كل المخالفات لمدة لا تتجاوز 72 ساعة. وهذا كان مطلب ديال المهنيين، وأنا كان بالمناسبة كنحيي الممثلين اللي خداو هذه المبادرة اللي هي مبادرة جريئة وكان المفروض خصها تتخذ. اليوم ننتظر جواب السيد الولي في هذا الباب هذا باش نديروا واحد القطيعة مع هذا حمل وإنزال الركاب أمام المحطة وفي جنباتها كذلك، ومع تنظيم باقي الوكالات ديال الإرساليات حتى هي بدورها تعرف الحدود ديالها فين خصها تشتغل. هذا من جانب، وهذا الفوضى اللي وقع على برا وهي كيف كنقولوا هنا المنافسة من طرف من لهم الحق برعاية بعض الحافلات اللي الأرباب ديالها غير متواجدين في الدار البيضاء. وهنا ديال الناس اللي كيسميهم هما الوجه ديالهم هما اللي كيقطعوا لهم، وكتوقع ديك المنافسه الغير الشريفه فيما بينهم. والجميع انه في هذه المناسبه باغيين يستغلوا هذه المناسبه العيد وخرجوا الحافلات ديالهم على برا بواحد الطريقه اللي زعما مشينا بكل صراحه اساءت للمحطه، ومن اللي جينا هنا كاع في هذه الليله هذا تغيرنا، ما بغيناش ذاك المنظر نشوفوه. حنا كنتمناو انهما ترجع الامور الى جاده صوابها، وكذلك السيد المدير الجديد يلا اول جلسه درنا معه اول امس خدينا معه قرار واحد على الاقل يخصهم ينهضوا لنا به هما كاداره وكمجلس مدينه في ارجاع دور الشبابيك الدور الحقيقي ديالها والدور اللي خصها تلعبه. كل شباك شباك وكل شباك يقطع الاتجاه ديالو بدلا من هاد الكراء ديال الشبابيك اللي تمت بطريقه غير قانونيه. من جانب اخر الحمد لله على هذه العطله هذه اللي جات بهذه الطريقه، خصنا نعرفوا هذه القضيه هي كانت جد ايجابيه وجد ايجابيه للمواطن بالدرجه الاولى. اليوم الناس اللي باغا تسافر غتسافر على خاطرها، كانت تبارك الله 4 ايام قبل العيد راه ممكن الانسان يسافر في اي وقت مرتاح فيه، وهذه كانت حتى هي لعبات واحد الدور ايجابي باش ما يكونش ذاك الاكتظاظ اللي معروف كيكون في مثل هذه المناسبات ديال عيد الفطر وكذلك عيد الاضحى. بطبيعه الحال حنا كلجنه منبثقه على الاجتماع اللي تم فيه المراسله ديال السيد الولي، وكذلك كيحضر معنا بالمناسبه السي منير الراشدي اللي هو كذلك يمثل السادة ارباب النقل المقاولات الصغرى والمتوسطه في قطاع النقل المسافرين، اللي هو عضو كاتب جهوي النقابه الوطنيه للنقل الطرقي، او كاين معنا حاليا. ممكن شنو هو الاضرار اللي دريتوا منها؟ هو شوف احنا بغينا نخرجوا بهذه المحطه من هذا الوجه البشع باش نكذبوا ان شاء الله، ان اليوم المحطه احنا كنقولوا من زمان اصبح عندها واحد الوجه بشع، وغادي نهضروا صراحه ان هذه المحطه ما ملكتها واحد، هذه المحطه ملك للمغاربه، ما مسموحش لشي واحد يعبد فيها كيبغى. اليوم هذا فضاء، فضاء للمغاربه، خصنا نحافظوا على الكرامه ديال هذا المواطن اللي كتهان وكتمس ليه داخل هذا الفضاء هذا، لا من رجال ولا من نساء ولا من شباب. يعني اليوم بارك علينا من هذا الوجه البشع اللي احنا مليناه. نعم، وكان نشوف احنا اليوم املنا في الله كبير، واملنا كذلك السيد الولي انه ياخذ خطوه زي كذلك جري افاد الباب هذا. وهذا علاش حنا كنا تكلمنا مع السيد المدير الجديد على اساس يصلح الوضعيه ديال الشبابيك، باش احنا عندنا يقين في الله بان السيد الولي غادي يمشي في الطرح ديال الحجز الحافلات خارج المحطه. هذه مساله تنظيميه، واليوم احنا مقبلين على التراموي في ولاد زيان، وراه ما يمكنش نسمعوا هنا الكيران عاوتاني يديروا لنا محطه على التراموي والطريق ولاد زيان كتعرفوا كي دايره، وما نسمحوش شي واحد مازال يبلوكي هذيك الطريق. دونك خصنا الفوريان باش كلشي ينضبط،
من غير الفوريه راه ما كاينش الانضباط، مع اصلاح الشبابيك ضروري ومؤكد اصلاح الشبابيك. تحياتي سي منير. واخا سي منير. السلام عليكم. دابا في البدايه ديال الشارع ديال درمينا ولات محطه اخرى تما، كنلقاو واحد 8 ديال الكيران ما كيتحركوش من تمايا، كورتيه مالي القهوه ولات محطه اخرى تما، ما عمر شي واحد هضر عليها تما. بسم الله الرحمن الرحيم. منير الرشيدي الكاتب الجهوي لجهه الدار الدستات للنقابه الوطنيه لنقل طرق المسافرين المنضويه تحت لواء ديال الاتحاد الوطني للشغل المغرب. اولا كنشكروا السيد الوالي مهيديه على المجهودات اللي قام بها بخصوص ازاحه ديال الافارقه من المحطه الطرقيه للزيان، وهذا استبشرنا به خير. دزنا حنا كمهنيين النقطه الثانيه على اساس ان ننظموا المحطه الطرقيه، دار اجتماعات مسترسله مع الاداره اللي هي مع الاداره الحاليه اللي هو بعد تعيين ديال المدير ديال الجديد في المحطه الطرقيه. المهنيين خرجوا بتوصيات جميع الهيئات الممثله للقطاع على اساس انه يتم منع الحافلات باركاب وانزال المسافرين امام المحطه الطرقيه ولا الزيان، وتخدات وداروا مقترحات ديالهم السيد الوالي على اساس باش يكون الفوريان في هذه النقطه هذه. حنا الا بغينا ننظموا المحطه خصنا ننظموا الوجه ديالها اولا، ان ما يمكنش ان واحد واقف في الرصيف كيشرجي ولا اخر اللي باقي ما عندوش ديبار كيخرج على برا يشرجي، ما عمره غيكون نظام. حنا كنقولوا انه يتم المنع، هذا طلب ديال المهنيين. حنا كنطلبوا من السيد الوالي ديال ولي الجهه السمعيديه بانه ياخذ بعين الاعتبار الطلبات ديال المهنيين بخصوص تطبيق الايداع بمحجز البلدي بالنسبه للحافلات اللي هما غيخرجوا على تطبيق القانون والقانون المنظم ديال 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 المحطه الطرقيه. هذا من جهه. والاصلاح راه كيجي ايطاب بار ايطاب، ما يمكنش انك غادي تقول كل شيء، راه لا قلتي كل شيء خذ من مع جوج نقط ولا ثلاثه. حنا كنستبشروا بعدا في الايداع ان ما يمكنش توقف كار امام المحطه الطرقيه وكاين الرصيف داخل المحطه، ندخلوا لداخل يتم المنع، وديك الساعه راه الاميانيين اي واحد راه غيجيب لك على الاصلاح. وهذا الشيء اللي كاين، وحنا عواشر مبروكه، وحنا مازال في مع الاخوان ديالنا ومع التمثيليات الممثله للقطاع باش نحاولوا ان راه الناس ولفات واحد الاطار اللي هو خارج ديال العشوائيه، ما يمكنش غنضغط عليها جوج دقائق غنطبق مع القانون. نبداو بالركولاج ما يكونش، ندخلوا للمحطه وننظموا الشبابيك ونحاولوا ان نحطوا واحد النظام اللي نخدموا عليه. وشكرا. شكرا خويا. لا بغيت تجاوبني على الكيران اللي كيوقفوا في البديه ديال الطريق ديال الدميله. غادي نرجع معك لواحد المساله اللي اليوم كتشكي منها مجلس المدينه. وهذه المساله اللي كتشكي منها مجلس المدينه هو مشكل ديال المداخل. وبالفعل ملي كنشوفوا هاد مثل ما وصفتي لينا حاليا خارج محطه في مكان ما واحد مجموعه من الحرم جوستومون. دونك حنا ملي كنقولوا بغينا ننظموا قطاع النقل المسافرين خصنا نجمعوه في لاكار روتيال من الاخر. وملي غنجمعوه في لاكار روتيال، لاكار روتيال تاهي في دورها غادي يولي عندها مداخل. نصلحوا بها عده اشياء، نردوها واحد المحطه نموذجيه. وهذا هو اللي خصو يكون. وهذه القضيه ديال المحجز انا كنقول خصها تمشي على الجميع. تمشي على الجميع. كاع اللي خارج المحطه الطرقيه ولا الزيان يجزر في حقه. واش شفت بعض السفينه ديال اللي كاينين في الجنبات ديال المحطه الزيان ولاو معلقين لا فهمتها بسبب الكيران اللي كيوقفوا لهم تما. هاد الجانب اللي هو انا في الطلعه دابا حاليا مابقى حتى كار كيوقف تما، وكاين الكيران اخرين كيوقفوا في شارع الفيدا، وشارع الفيدا كيعرف حتى هو واحد الاختناق كذلك مع شعيب الدكالي مع سير الانوال وطلع لدرميله، هادو كلهم لو بغينا المعقول كلشي خصو يدخل المحطه ديال الزيان. تحياتي. شكرا. كما شفتوا معنا مشاهدي قناه شوف تيفي، الناس مهنيين باغين المعقول، ما باغينش هاد العشوائيه اللي كاينه على برا، حيت بزاف حتى الساكنه ولات مضره بهاد الكيران اللي كيوقفوا في الجنبات ديال المحطه ديال ولاد زيان. كتشوفوا معنا بزاف ديال الساكنه مضرين. الحل الوحيد هو الفوريان باش نظم المحطه ديال ولاد زيان.